مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية وانطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، انطلاقة شوطنا الثالث عشر هنا للإذاعة البكار، المحليات الأصايل هجني أبناء القبائل مع الخمسة كيلومترات، والإذاعة هنا بانطلاقاتهن وتحدياتهن. نسير مع الصدارة هنا قرطبة، من تأتينا على صدارة الحمد بن سالم بن نصر العامري على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا تأتي ناصية على المركز الثاني، راشد بن المر بن سعيد بن حلوة لقتبي لمسة من الجانب الآخر، مرخان بن السهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي من يقدمها بهذا الانطلاق، بينما المركز الرابع تأتينا هنا الحذرة سالم بن سعيد بن محمد لخيلي شعار بن حمدش، من تأتينا على المركز الرابع والمركز الخامس، المركز الخامس الشامخة خميس بن علي العويسي من ينطلق بالشامخة، الوصول هنا من زعفران عيسى بن احمد بن مطر بن مايد لخيلي يقدم زعفران هذا الانطلاق والتحدي الجميل. هناك تسلل من الجانب الاخر والقدوم من ديوان مبارك بن محمد بن خيره بن عزيز الشريفي وثامن مراكزنا، تاتي هنا نقوى لسالم بن سعيد بن مصبع بن قاسم المسافري، هناك لهبيبة عبد الواحد بن خزع بالعفة العامري منطلقة أيضا بتحدياتها، عاشر مراكزنا والقادمة من الجانب الآخر والمتسللة هنا بانطلاقة روعة علي بن سعيد بن سالم الهاشمي. هذه هي النتيجة، وتدخل أيضا قوي هنا من قبل بلاغة هنا سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي من يقدمها بسهيل بهذا الانطلاق، وشعار بن بدر يجاوز من الجانب الآخر أيضا تجاوز ملحوظ وجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، ديوان من غيرت على الصدارة مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي، بن بدر ياتينا مع مكلفة علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، من تجاوز التجاوز سريع ما شاء الله إلى المراكز الأولى باندفاع رائعة. المركز الثالث تأتينا هنا ناصية راشد بن المر بن سعيد بن حلوة لقتبي، هناك روعة علي بن سعيد بن سالم الهاشمي أيضا تنطلق بأداء جميل، شعار هنا لهبيبة عبد الواحد بن خزع بالعثة العامري مبارك يقدمها على خامس المراكز، والمركز السادس نقوى سالم بن سعيد بن كاسب المسافري يقدم لنا نقوى بهذا الانطلاق وتحدي، بن حمدش مع الحذرة سالم بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي من يأتينا سابعا، المركز الثامن بلاغة القادمة لسعيد بن عبيد بن مرشد السبوسي، وصل شاعرنا كذلك هنا مع قمة سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي، وهذه يقدم لنا قمة تاسعا، والمركز العاشر هنا زعفران عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد لخيلي. هذه هي النتيجة ونداؤنا الثاني للمراكز العشرة الأولى. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى صدارة هذا الشوط، إلى هنا المقدمة مع أيضا شعار الشاعر حميد بن بدر العليلي، يا ما صال وجال هذا الشعار على ندر أيضا من الذلايل، هنا يقدم لنا مكلفة هنا علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي من يسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني روعة علي بن سعيد بن سالم الهاشمي، تأتينا هنا في هذا الأداء ناصية راشد بن المر بن سعيد بن حلوة لقتبي على المركز الثالث. المركز الرابع نقوى تتسلل من مركز إلى مركز، سالم بن سعيد بن كاسب المسافري من الجانب الآخر، هناك القادمة ديوان مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي وبن حمدش مع الحذر
الحذرة 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 وتحذروا من الحذرة من الجانب الآخر. على المركز السادس تتسلل في هذه اللحظات إلى الخامس إلى الرابع لسالم بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي، وصلت له بيبة أيضا بانطلاقتها وأدائها الجميل. عبد الواحد بن خزع بالعثة العامري نبقى هنا مع الانطلاق مع تحدي الجميل. مشاهدينا الكرام والأسامي قودم أيضا، ولكن هنا مكلفة على الصدارة، مكلفة على المقدمة وعلى المركز الأول، مكلفة بمهمة هنا أيضا وانتزاع الصدارة. والسلام لأهالي الرافعة هناك، الرافعة بمدينة العيد وبمدينة أيضا ملقوين، يسلم الله. ولكن هنا أهالي الجلفار مع نقوة يتسللون في هذه اللحظات، نقوة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. نقو منقنها من غزر، نقو هنا نقو على الصدارة لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري، يقدم لنا نقو على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط سيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة هنا بانطلاقتها وتحدياتها، مندفعة بصدارة هذا الشوط، مكلفة في المركز الثاني، مكلفة هنا لعلي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي من تأتينا على ثاني المركز هنا. الله إذن الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط، نقو على الصدارة ومكلفة قادمة، نقوة مكلفة هنا بالانطلاق والتحدي الجميل. الله التحدي الأخير، التحدي الأخير، نقو ومكلفة مكلفة مكلفة تتسلل إلى الصدورة. سلام أمورة أم القويل، سلام لحميد بن بدر العليلي هناك، شاعرنا على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا العلي بن حميد بن بدر العليلي المركز الثاني. نقول سالم بن سعيد ونصبح بن كاسم المركز الثالث، الهبيبة عبد الواحد بن خزاع العامري. والوصول مشاهدينا الكرام من قبل الشامخة خميس بن علي العويسي، وهناك همولة لسعيد بن سالم بالمرة العامري من وصلت على المركز الخامس. هذه هي النتيجة، وأربع سبع دقائق وواحد وخمسين ثانية هو التوقيت الزمني لمجريات هذا الشوط. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين.